السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سؤال صدى الشارع، هل تتوقع الحل في جنيف؟ جنيف اثنين قصدك؟ نعم. لو بصير حل جنيف اثنين أو ثلاثة كان صار حل بالجنيف الأولاني أو كان حدا رد عليهم؟ جنيف واحد، جنيف اثنين، جنيف ثلاثة، وما بنعرف إذا بعده أشوف في جنيفات ولا غير جنيفات. يعني كلياتها مبنية على أساس المصالح، وهالشيء هو اللي عم يعيق الحل السياسي في سوريا. يعني ابدا مو الشعب السوري هو اللي عم يعيق الحل السياسي. احنا بنقول نعم ان شاء الله، يعني بس انه النظام غير جاد والمعارضه غير متماسكه، وكل ما يجتمعوا ونقول احنا ان شاء الله راح يرسوا على بر على حل الازمه اللي احنا اسعى موجودين فيها. العقليه الموجوده لدى النظام السوري منذ 5 سنوات لم تتغير، وهي ما زالت نفسها، ودليل على ذلك التصريحات التي ادلى بها ممثل النظام. بتمنى يكون في حل، يعني بس لو كان في حلول كان ممكن تكون من جنيف واحد. حل في جنيف ما أنا مستأمنين منه، في ظل التصعيد العسكري للنظام على المناطق شفنا بحلب وبأكثر من منطقة بسوريا. لو كان في أمل يعني كان اتفقوا من أول مرة، فما أتوقع أنه في اتفاق وما راح يصير هيك شيء. يعني الحل السياسي بينطلق من يعني أرضية توافق عليها السوريين، ما بتوافق عليها أمريكا ولا توافق عليها روسيا ولا غير روسيا. نريد سوريا لكل السوريين.